اي بتعمل بقى تشيكن تعمل بيف تعمل فيجيتيريان بس كده كده مش هنعملها تشيكن عشان تاكل بقى المره عشان واكيد مش هنعملها فيجيتيريان عشان حكمنا فهنعملها مينس بيف مينس بيف اوكي مينس بيف مليان بقى بهارات وليله بقى مكسيكان هي كور المكسيكان اوكي ماشي يلا بينا يلا يلا بينا ماشي طب اللحمه هنحطها كده على طول ولا هنحط لا نحط بصل بقى شويه عشان نشم شويه روائح لا بس هنحط شويه زيت بس كده ايه اه طلع عينيها هتحط انت التشر دلوقتي ولا دلوقتي اه انت عارف حطيت البصل على النار كده هي الريحه خلاص اوتوماتيك خلاص انت كده بتعرف تطبخ خلاص الاكله اللي بتعملها حلوه خلاص اه تمام عايز تحط اللحمه هذا ما احطها ازاي انت كده هتحط اللحمه ازاي يعني لو همسكها بايدي مش عايز احطها ممكن اسيب لك انت الطلعه دي وهقلبها كده يعني انت بقى اتفصل معايا اخلص البصل حطها حطها روح 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 عشان ايه تلومني ده كمون كمون غريب جدا معلقة واحدة؟ اه هذه ايه؟ بس صلصة كنت بتحب انت تحط صح؟ بحب احط طبعا جدا جزر الاول حط كده بس حلو كده محتاجة بقى معلقة دي هات معلقة الصلصة انا شايف الولد شوية بقى مية ظروف ونسيبها بقى تستوي شوية يعني مثلا اديها ربع نعمل صوص بقى رهيب بص هو ريد صوص يعني بيبان ان هو ريد صوص بس هيبقى مور اوف جريفي هيبقى تقيل هو بيزو في المطبخ بصراحه يعني هتحسه كده بيشتغل اوتوماتيك حطه في مكانه خلاص هيودي على طول فاهم بيزو في البند لا بيزو في البند برضو لا يعني هقول لك حاجه روح ايه روح بس اتكلم عليا حلو بس روحه حلو عارف لما تكونش عايز تتكلم وحش روح حلو طيب طيب حلال فاهم يعني مش عايز اتكلم كتير بس غالبا من احسن الشخصيات اللي انت عرفتها في حياتك ده بالعافيه يعني انت على اساس انت عارف كل الشخصيات اللي انا عارفها في حياتي يعني ايا كان من غير ما اعرفهم خلاص كده كده والله من غير ما اعرفهم ده وش عارف مين احسن مني صح وعامه نفس الكلام لرامي لرامي من احسن الناس اللي اعرف في حياتي لا لا عايز بس يعني ممكن تعمل المطبخ دي صلصه برضو عادي اه بس هو مش بقى فاهم مش الدمعه اللي ماما بتعملها في البسله هي حلوه ليه شلن يعني شلن. ليه بتتكلم عنها كده هي حلوه ايوه بروح كلها جميله هنحط زيت شويه ثوم عشان انظر ريحه يلا دقيق يلا دقيق ودي اهو لو عملتها بقى بسرعه هيكلكع منك احنا مش احنا في غنى عن الموضوع اه هنتكلكعها في حاجه زي كده يا ولد روح شويه ملح بقى حلوين يعني هو ملح بص مين لي مينيمم مع معلقه صغيره بس كده كده تو ذا تيست يعني كمون شويه كمون برده نص معلقه صغيره بس برده تو ذا تيست معلقه صغيره شطه حطينا دلوقتي الشطه والكمون والملح والزعتر ومعلقه خل صغيره وهنحط بقى ايه ورق لورا ونشيلهم قبل ما نقسمهم المفروض كده خلاص بقى يعني ابتدت خلاص طلعت في الكعبي يلا لا بس اكتر يعني طب ورينا واحده كده واحنا هنديها ديمونستريشن يلا 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 حط كل اللي بيقع ده حلو نعمله سندوتش بقى ده كده تعالى نحط البينز بتاعتك اهو اه يو كان نيفر هاف انف موتزاريلا كنا هننسى الصوص يا جماعه ده يعني الفرق بقى بين الصوص ده وصوص الكشري او البسله او الكوسه اللي هي بتبقى عايمه دي ان هي هنا الحاجات مش هتعوم الصوص تقيل صوص جريفي هو اتقل بكتير قوي صوص ليه تكستشر مختلفه في انجريدينتس مختلفه بس واضح ان الناس كلها مش مقتنعه هو شمت الريحه خلاص هو كله شم الثوم في الزيت قال لك بس ثوم في الزيت مخلل طماطم مخلل مش خلاص يعني فهمت بروجرامد فور كده دي مهيت عشان البتاع ما تتحرقش الموتزاريلا يلا نطلع يلا بينا حطها يا صو كل الدهون دي مفيده دي دهون مفيده طب يلا بينا ناكل بقى ولا ايه؟ شايف المغاصه دي؟ واو انا شايف طول ما هي ميسي كده احنا عملنا صح معايا يا رامي؟ معاك معايا؟ بسرعه واو دي له بقى ال بص نيجو وادعي لي ممكن معلش البايت اللي تاخدها فيها كل حاجه هلا واحد اثنين هوبا جامده تحفه جامد ها؟ حلو جامد سلام عليك جامد رهيب سامي شطشطه شويه
هو التشيز مع ال مع الريد بيز اللي هي ما اتحطتش بقى في اللحمه. انت متضايق ان هي ما اتحطتش من اللحمه؟ بالعكس قلت لك والله العظيم. شوف حط تاني رون 2 سيب للناس بقى يا عم. رون 2 رون 2 واو